السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، معاكم وفاء الغنيمي وحلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع روعة. وحشتونا كتير وراجع لكم مع متخصصة البروتين الجميلة أستاذة رضوى الطيب. أهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيكي، ومعاها بنتها والمساعدة بتاعتها أستاذة حنين طارق. أهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. طبعا احنا عارفين ان البروتين هو اللي بيكون بطل كل الحلقات وكل البنات اللي بتتكلم عنه دلوقتي، فأستاذة حنين هتفيدنا بكل الخبرات اللي عندها في المجال ده. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا حبيبتي. عايزاكي تكلمينا بقى النهاردة عن إزاي بتعرفي البروتين ده هينفع مع نوع الشعرية دي أو لأ، أو مش هينفع. احنا الأول لازم مبدئيا أي متخصصة عارفة إن لازم نفحص الشعر كويس ونصنفه كويس، من هنا بنقدر نختار نوع البروتين اللي هيفيد الشعرية دي. وفي أنواع شعور ما ينفعش معاها بروتين، فبنستخدم لها معالجات تانية غير البروتين. البروتين ده يا جماعة مادة تجميلية، لكن في أنواع تانية فعلا علاجية، في ترميمات، فحسب نوع الشعر وتصنيفه. من هنا احنا بنختار ازاي نختار البروتين المناسب للشعراية ده. بالأول مبدئيا بنفحص الشعر وكمان الفروة، ده مهم جدا جدا. فمن هنا بنقدر نحدد النوع اللي احنا هنستخدمه سواء بروتين او ترميم. طب معلش هقطع حضرتك بقى، اتفضلي. قولي لنا بس حضرتك بتفضلي انهي نوع شعر في البروتين، الشعر المجعد قوي ولا الشعر العادي ولا ايه بالظبط؟ في شعر مجعد بيكون في نسبة تطريات، فهو دوت بيبقى كويس جدا. الشعر تمام. الناشف قوي ما ينفعش نخش عليه الشعر بروتين. الافريقي، الافريقي الناشف قوي ده بيبقى شعر ضعيف جدا جدا، ما ينفعش نخش عليه مره واحده بروتين. لازم الاول بنغذيه وبنوصله لمرحله ان هو يقدر يستقبل معانا البروتين. زي عمليه تهيئه كده، معانا صور حضرتك ممكن حضرتك تشرحي لنا عليها. ده شعر كان مسبوغ ومهلوك جدا. تمام. طبعا جهزناه الاول، وبعدين اخترت له نوع، ده خدت له نوع بروتين فيه ترطيب عالي، وبعدين اشتغلنا فيه. ويا ريت يعرضوا بقى الصوره بعد. تمام. هو هيعرضوها ايوه، دلوقتي. كانت الصوره بعد النتيجه دي كانت نتيجه ممتازه، لان احنا استخدمنا البروتين المناسب الحمد لله، وطلع كمان بنفس اللون. انا بنفس اللون، ما غيرناش اللون خالص، واللون حافظنا عليه. وشوفوا لمعه الشعر دي لمعه طبيعيه، ما شاء الله. عشان اخترنا البروتين المناسب بنسبه الترطيب المناسبه اللي متكيفه مع الشعريه نفسها. ما شاء الله على حضرتك بجد، متخصصة ده كان رائعة. شعر مهلوك تماما قبل، استخدمنا له برضو نوع بروتين يتناسب معاه، ودي كانت النتيجة. وما اقولكوش قد ايه العميلة فرحت جدا بالنتيجة، ومتابعته كمان ما شاء الله ممتازة، مفيش اي شكوى بفضل الله، ولا تساقط ولا تقطيم. دي برضو شعر معايا كان المفروض ان هي جايه تعمل بروتين، انا نصحتها لا ما تعمليش بروتين دلوقتي، تمام. وعشان هي كانت في اليوم ده صبغه شعرها. ويا تمام. جماعه نصيحه لكل المتخصصين، ما ينفعش صبغه في نفس يوم البروتين، هيتعب الشعر جدا هيهلك الشعر، فنصيحه ما ينفعش. وده برضو شعر مجهد، ده كان قبل الصبغه، نصحتها قلنا لها هنصبغ الاول وهنريح 10 ايام او 15 معانا يوم. مكالمه بس لحضرتك. اتفضلي. ايوه معانا ام سيف. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام يا ورحمة الله حبيبتي. وبركاته. ازاي حضرتك استاذة وفاء؟ ازاي حضرتك، انتي عاملة ايه؟ حضرتك شرفتينا. ممكن اتواصل مع استاذة رضوى؟ اتفضلي، طبعا هي مع حضرتك. اهلا اهلا بيكي يا ام سيف. استاذة رضوى؟ ايوه معاكي. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، تسلم ايديكي. تسلمي يا حبيبتي تسلمي. هي الظاهر ان هي اشتغلت مع حضرتك قبل كده يعني. طبعا طبعا، انا متصله اصلا عشان اشكرها على شغلها جدا. تسلمي تسلمي يا حبيبتي، ويا تسلم رب اكون ايديكي. تسلم عند حسن ايديكي. ظنك، ويا رب تكون متابعه الشعر عجبتك وما يكونش فيه اي مشاكل. تسلم ايديكي، ان شاء الله قريب هنيجي نعمل الجذور كمان. ان شاء الله يا حبيبتي، شرفتينا وتشرفينا في اي وقت، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. فاكراني انا ام سيف؟ فاكراني؟ ايوه طبعا. تسلمي يا حبيبتي. انا دايما يا جماعه فعلا العملاء بتوعي ما بنساهمش، لان ما بتبقاش جلسه بروتين وبيمشوا، ودي برضو حاجه بنصح كل المتخصصات يمشوا عليها. جلسه البروتين دي بدايه، ولازم العميله تتابع معاكي مره واثنين وثلاثه، وانت تتابعيها وتبعتي لها وتشوفي حاله شعرها. يعني احنا شوفي شكرا الصور دي. للمداخله التليفونيه، هي راحت بس مننا دلوقتي، نكمل مع الاستاذه. الشعر ده كان معمول بروتين قبل كده، وجت عاده الجذور،
وبشوف بشوف زي كانه معمول لسه جديد اصلا. ايوه لا دي كانت بعد الاعاده. انا بشوف قد ايه مره واثنين وثلاثه والحمد لله محافظه على الجذور، الحمد لله ما يحصلش فراغات، ما بيحصلش تقطيم في الشعر، الشعرايه كامله قدامك الحمد لله. دي عشان بجد يا جماعه بنصح كل متخصصه وبنصح كل عميله. انا عرفت ان حضرتك كمان بتشتغلي بره مصر. ايوه ان انا بشتغل في السعوديه والحمد لله برضو العملاء بتوعي حتى لما برجع هنا مصر لازم بتابعهم وبقول لهم يعملوا ايه، ولو حصل لا قدر الله اي مشكله، والحمد لله لغايه دلوقتي ما ظهرش بفضل الله مشاكل عشان احنا بنختار البروتين الصح وكمان مجموعه العنايه الصح اللي بعد كده. طب ينفع اقطع حضرتك بقى واسالك عن الصبغه مع البروتين؟ ايوه الصبغه زي ما احنا قلنا ما ينفعش صبغه في نفس يوم البروتين. تمام انا أبداً. طب انا مثلا عايزه اغير لون شعري. تمام يبقى هنغير النهارده ونستنى 10 15 يوم. تمام. وبعدين نعمل البروتين. تمام. ولو في مرحله تانية للصبغه بالذات لو الوان غامقه تبقى بعد البروتين. تمام عايزين برضو نرحب بالجميله اللي معانا بنت حضرتك والمساعده بتاعتك. تسلمي لي ربنا يخليكي. عايزه اعرف بس منك انت ازاي دخلتي المجال مع ماما؟ انا دخلت بقالي سنتين ودخلت لاني حباه وحابه طبعا مامتي اللي هو اصلا هي حببتني فيه وكلامها، وبصراحه حبيت فيها اللي حببني اكتر في المجال ان ضميرها هي يعني بجد مش عشان مامتي بتراعي ضميرها جدا جدا في مجالها، وحبيت ان يبقى بدل ما يكون في مثلا ناس بتضحك على العملاء او كده لا يبقى في ناس عندها ضمير، وشفت ده في ناس كتير يعني. واولهم مامتي. دراستك بقى؟ اه تمام. بتدرسي في ايه؟ انا ثالثه ثانوي ازهري. ما شاء الله ما شاء الله بحسبك كبيرة في كلية. لا ثالثة ثانوي أزهري. تمام معلش بس معانا مداخلة تليفونية. تمام أبو حبيبة. أبو حبيبة. أيوة السلام. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة. مين؟ لو سمحت ممكن أتواصل مع الأستاذة رضوى؟ أيوة طبعا اتفضل أبو حبيبة. ازيك يا أستاذة رضوى؟ أهلا أهلا نورتنا يا أبو حبيبة. الله يخليكي. معلش سؤال بس الله يبارك لك، احنا بنسمع عنك يعني كلام طيب وكده. انا عندي بنتي شعرها يعني كلف جدا. ايوه وهينفع نفرد زي ده كده تقريبا او شبه ده كده زي اللي على الشاشه؟ بيقول لك زي اللي على الشاشه. ان احنا نعمل بروتين ويبقى زي اللي حضرتك وصلت له كده. ايوه طبعا ان شاء الله هنعمل له جلستين علاج ونهيئه تهيئه كويسه للبروتين، وتشرفني واحسن نتيجه ان شاء الله هتشوفها وتتشرف بيها. طيب برضو في يعني في شعر برضو هو مش سالس قوي، هو بيقع كتير، هينفع مع بروتين ولا حاجه تانية؟ لا بيبقى في حاجات تانية، ولازم الاول نعالج التساقط وبعدين نعمل جلسات الترميم وبعدين نخش بالتجميل بالبروتين. طب معلش يا استاذه رضوى الحاجات دي مكلفه يعني ولا في المتناول يا جماعه؟ يعني لا خالص على فكره، دلوقتي في شركات كتير جدا نزلت منتجات في متناول المواطن يعني المتوسط، وبتجيب نتائج كويسه جدا بجد يعني. بنشكر جدا الشركات المحترمه اللي نزلت لنا منتجات محترمه باسعار كويسه بجد، دي وفرت علينا كتير. تمام الله يصبح حالك وينور عليك. طب ممكن بس نعرف عنوان حضرتك بالتفصيل عشان أيوة. نتواصل مع حضرتك اكتر. ايوه حضرتك الارقام زهره لو حضرتك جوه مصر، ولو خارج مصر في رقم سعودي تقدر تتواصل معايا وان شاء الله نفحص شعرها، وانا مني هديه لقناه الصحه والجمال انا جلسه بنت حضرتك هتبقى فري. ربنا يبارك لك يا رب. طيب ابو حبيبه مش معانا. ابو حبيبه خلاص. شكرا ليكي يا ابو حبيبه على المداخله بتاعتك، شكرا جدا، وشكرا ليكي على الهديه الجميله اللي قدمتها له. تسلمي ده اقل حاجه بجد. انا بشكر القناه جدا بجد، قناه بتدعم كل الناس المتميزه في المجال ده، وبشكر مدام روعه جدا جدا جدا. تمام انا عايزه بس حضرتك دلوقتي صدق. تقولي لهم من عنوانك بس في المنصوره عشان انا يا جماعه متواجده الايام دي في المنصوره. تمام. واي حد حابب يشرفني انا مش هعمل بس حاله ابو حبيبه، في ثلاث حالات هيجولي من المنصوره خلال ثلاث ايام، دول فري عشان خاطر القناه وعشان خاطر مدام روعه. نرجع برضو للجميله المساعده بتاعت حضرتك. اهلا بيك.
المساعدة الجميلة. أنا عايزة بس تقولي لماما كلمة على اللي هي عملته معاكي. الكلمة والله قليلة جدا. أنا طبعا بشكرها جدا جدا على المجهود العظيم اللي هي بتعمله ده، بجانب إنها بتقف جنبي كتير جدا جدا، وإنها دعمتني قوي إن أنا أدخل المجال دوت وإن أنا أحبه، وإنها وقفت جنبي كتير وعلمتني حاجات كتير صح وحاجات كتير قوي ما كانش حد بيعرفها يعني. تمام. طب دلوقتي أستاذة رضوى أنا عايزاكي تقولي كلمة للإنسان اللي شجعك. بشكر زوجي. والفيديوهات بتاعت حضرتك دلوقتي هتنزل. انا الاول حد بشكر ربنا سبحانه وتعالى وانه وفقني. طيب. وبشكر زوجي جدا جدا على دعمه. يعني بجد دعمني نفسيا جدا، هو اكتر واحد شجعني اللي انا اتميز في المجال ده. وبنتك الجميله وطبعا طيب. حنين حبيبتي المساعده بتاعتي وايدي اليمين، وبجد بشكرها جدا على التزامها معايا وترتيبها ليا لمواعيدي، بجد بجد ما بنساش ابدا دورها في مساعدتي. وبشكر الانسه هند الشاذلي ميك اب ارتست، اكتر حد دعمني في المجال ده ووقف جنبي، كانت اول اكاديميه درست فيها، بشكرها شكر خاص، انسانه جميله جدا ربنا يجزاها عني خير، ومدام نونيا وكل اصحابي اللي دعموني في المجال ده بشكرهم جدا جدا جدا. شغل حضرتك ظاهر معانا على الشاشه. دي بقى حاله يا جماعه، فعلا شعري كان جاف جدا ومتهالك، وبفضل الله بجلسه بروتين واحده. هو بيفرق من طفله او مش طفله؟ لا طبعا انا بنصح كل الامهات، اي طفله اقل من 10 سنين ما ينفعش نخش لها فرد خالص. تمام. في يا جماعه علاجات وترميمات بجد بتجيب نتيجه حلوه وامنه جدا. طبعا حضرتك نورتينا كتير وشرفتينا، وحنين الجميلة أنا مبسوطة أن أنا شفتك ومبسوطة بجد بنموذج زيك بيساعد والدته وكمان مجتهد في دراسته وبيدرس دراسة جميلة ودراسة مشرفة. ربنا يوفقك إن شاء الله وتنجحي وتوصلي للمكان اللي أنت عايزة تشوفي نفسك فيه بعد كده. يا رب اللهم آمين. ويوفق ماما ويكرمها إن شاء الله في شغلها. وبجد بجد نورتوني وأنا مبسوطة بوجودكم. نطلع فاصل وهنستمر بعد كده مع ضيوف الحلقة بتاعنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل بضيوف حلقتنا جمال. معانا أستاذة روعة الموجي اللي جات لنا متأخر، معلش. أهلا وسهلا بيكي. ومعانا صاحب سنتر لهفة لأدوات التجميل أستاذ بيبو. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ بيبو ابن منطقتي. أستاذ بيبو عنده بيوتي سنتر لأدوات التجميل والإكسسوارات الجميلة. عايزة بقى حضرتك بقى تتكلم. سنتر مش بيوتي سنتر عشان عنده سنتر. سنتر مبيعات. حضرتك بقى كلمنا عن شغلك وازاي بتختار الحاجة لشغلك. تمام. احنا عندنا جميع ادوات التجميل. تمام. مكياجات، باديكير، اكسسوارات حريمي. ايوه انا بتعامل بقى معاك في الحاجات. أيوة دي ورايحة جاية على الحاجات دي. تنورينا في اي وقت طبعا. عندنا اول فرع فتحناه في فيصل في الطوابق، تاني فرع فتحناه في البراجيل منطقتك. ايوه منطقتي جنبي. شارع البراجيل جنب نزله الدائره على طول. ايوه. ولسه فاتحين فرع ان شاء الله بقاله شهرين في امبابه. سمعت ان في حاجه في مدينه نصر. ان شاء الله كمان شهرين باذن الله. ربنا يخليك. امبابه في المنيره. قدام نقطه المنيره على طول، شارع امبابه الرياضي. ده معروف جدا. سنتر. اسمه سنتر لهفه. سنتر لهفه لادوات التجميل. ان شاء الله. هو دورين صح؟ ثلاث ادوار. انا رحت على فكره بتاع المنيره ده. تنورينا في اي وقت طبعا. انا عايزك. عندنا الدور الاول عاملينه مكياجات واكسسوارات حريمي. أيوة وباديكير وبرفانات. الدور الثاني لعب اطفال وشنط حريمي. الدور الثالث بنعمله ان شاء الله لانجيري وترنجات حريمي بيتي. انا رحت في عرض ال 10 ايام على فكره. الايه؟ كان في عرض 10 ايام اول ما فتحته. اول. أيوة. اول ما فتحنا كنا عاملين عرض 50% خصم على اي حاجه في السنتر. على اي حاجه في الثلاث ادوار. على اي حاجه في الثلاث ادوار. اليومين دولك عشان الكريسماس طبعا عاملين عروض على المكياج 50% خصم على اي حاجه. البرفانات بنوزعها هدايا على اي عميل عندنا. أيوة. اي زبون الكلام دوت. ايوه انا في جميع ال المناطق اللي السنتر فيها. ايوه في. وانا ليا هدايا عند حضرتك على فكره. انت خدت ماشي تيجي تقعدي تاخديها في اي وقت مفيش مشكله. عاملين باكج معين للعرايس. اي عروسه بتيجي تتجهز من عندنا برفانات مكياجات اكسسوارات الكلام ده كله بنعمل لها خصم 50% على الفاتوره. بتاخد بقى هي كل حاجه وفي خصومات خاصه ليها 50%. طبعا على كل حاجه. الفاتوره مدة قد ايه؟ للعروسه؟ لا للعروسه. لا مفتوحة. على طول. لا اي عروسه. احنا عايزين العرض بتاع الفتره دي اللي العرض النهارده او اليومين بتوع الكريسماس احنا عاملين 50% خصم على المكياج كله وعلى الساعات الرجالي والحريمي عشان الهدايا.
وبنعمل هدايا بوكسات بابا نويل وبالورات والحاجات دي طبعا بنحطها، والستاف بتاعي كله مجهز للكلام ده. الصور بتاع ده السنتر بتاع امبابا. بنعمل البوكسات دي زي ما بقول لحضرتك، عندي ناس متخصصه بتاعت هدايا. الناس اللي واقفه على المكياج البنات، ناس قديمه يعني البنات حتى بتاع المكياج. ده فرع البراجيل. ايوه ما شاء الله. كنا في رمضان بعد الفطار على طول كده بتاع. ايوه ده المكان اللي انا بروحه وبشتري منه الشنط والاكسسوارات والبرفانات والميك اب وكل حاجه، كل حاجة. بجيبها من عندك انت بجد. تمام، تنورينا في اي وقت. حتى البنات اللي واقفين على الميك اب بنات ارتست يعني، بنات فاهمه. مش اي عشان مش مجرد بتبيع. بتسالها مثلا على حاجه تعرف تجاوب، مش مجرد بتبيع، هي واقفه بتشوف العميله واقفه قدامها بشرتها محتاجه ايه، درجه بشرتها محتاجه فاونديشن اعلى لا اقل، يعني مش مجرد واقفه بتبيع. لا ادوات التجميل. طبعا احنا عايزين نعرف ادوات التجميل بتاعتك. بتجيب الماتيريال بتاعتها مثلا بتبقى على حسب المنطقه ولا على حسب الزبون ولا؟ ايوه والله كل منطقه يعني انا بعمل لها عروض معينه، لان في زباين مثلا في البراجيل بتبقى الدنيا هاديه شويه معاها، بعمل لهم خصومات اعلى، بجيب لهم ماتيريال اقل شويه، بس طبعا يعني في المستوى اللي هو ايه المعقول. بس كل منطقه يبقى ليها ايه المستوى بتاعها عشان يعني ما نغليش على حد. الحمد ولا لله ما بنجيبش اي شغل لوكال خالص، شغلنا كله لوكس. أيوة او نص لوكس للمناطق اللي هي الايه زي البراجيل مثلا، بس بتبقى ايه برضو زي المناطق الشعبيه يعني. هي شعبيه امبابا وبراجيل يعتبر شعبيه وفيصل برضو شعبيه. أيوة. بس انا بجيب المنتج اللي يليق بالسنتر بتاعي. أيوة. مش اي منتج. أيوة. انت فاهماني؟ تمام. ان شاء الله فرع مدينه نصر هيبقى كله براندات اوريجينال. مش هنجيب. عايزين تشرح لنا الصور دي كانت ده كده فرع امبابا برضو تحت الدور الاولاني، الاكسسوارز هو على اليمين، المكياج ستاندات المكياج في النص السنتر، في الوش ده فرع البراجيل. في الوش عامل انا ايه التركيبات العطور، عندي برضو تركيبات وبرفانات جاهزه. والشنط عند حضرتك بتكون جميله جميله جدا 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 بجد. ربنا يخليكي. وسعرها في متناول ايد اي حد. انا يعني ما بحبش جشع التجار. يعني مامتي بتبقى نازله السوق ساعات والله بجد بترجع لي بحاجه تقول لي انا شفتها. بتيجي تنورني بامانه، بتيجي تاخد اللي هي عايزاه. ده الدور الثاني في سنتر امبابا، عندي كوزماتكس شامبوهات وبلسم وشاور جيل وكريم حمام كريم يعني وبلسم والكلام ده. دي الصوره دي برضو في البراجيل. كنا برضو في رمضان العروض ده. دي دباديب ولعب اطفال. انت كده مش في البراجيل نفسها، انت كده انت بتقول عند الدائري يعني، انت على طريق البراجيل. طريق البراجيل. على طريق اسماء. بس هي النازله بتاع الدائري معروفه بنازله البراجيل. اي حد ينزل من على الدائري يشوفه على طول. سنتر لهفه جنب، معروف جنب البنزينه، وكشري شطه معروفين قوي، وسنتر لهفه طبعا معروف يعني الحمد لله. طب حضرتك بقى عايزين تواصل بس مع البرنامج، اللي عايز يتواصل مع حضرتك رقم اللي هو 012 اخر 42، ورقم شريكي في المحل بتاع امبابا مينا، ورقم استاذ رضا برضه في فرع البراجيل، وفي رقم كرولوس في فرع فيصل. تمام. والعروسه بقى لما تيجي لحضرتك ممكن يعني بتقول لك انا عروسه وبجهز يعني ببدا تعرف من الطلبات بتاعتها؟ لا الستاف او اللي واقف معاها بيتكلم معاها حضرتك عروسه او بتجهزي، بيبقى شايف مثلا الباسكت بتاعها مليان او بتكلم على الفيديو ده كده الباسكت الهدايا باينه دلوقتي. ده في الفيديو هدايا بتلف. ده في فرع البراجيل مش في امبابا. ده بوكس تجميع احنا برضو اللي بنعمله، بنقفله للزبون. هو ده دبدوب اللي جوه. ده شلبي. شلبي. وشوكولاتات وبلورات، وبنحط احنا بقى الفوم والفايبر. كل حاجه بيشتغلوها بايديهم هم. وكان في صور اكتر من كده بس واي حد واي حد ممكن يجيب حاجه من بره يعمل الهدايا عندهم. طبعا عادي مفيش مشكله. لو هو عايز نجيب له الشوكولاتات هو بيجيبها، مفيش اي مشكله. عندنا مش شرط ان هو ياخد كل حاجه. لا من عندك. ايوه لا عادي احنا عندكم شوكولاتات كمان. عندنا شوكولاتات كمان. كده السنتر شامل يعني. السنتر شامل لكل حاجه. حتى في الفالنتاين بنجهز، بيبقى في كل سنتر ثلاجه شوكولاتات، لان بدل ما يروح يجيب شوكولاته او هي بنتي تروح تجيب شوكولاته عشان بتحاول توفر بنوفر لكل كل حاجه لكل مناسبه طبعا ليها الحاجات بتاعتها. فالنتاين يبقى دباديب. عيد الام بيبقى ادوات منزليه وشنط ايه ده بتبيعوا حاجات يعني ادوات منزليه ساعات؟ في عيد الام. في عيد الام بس. مثلا الاعياد بنركز شويه على الميك اب عشان البنات كلها طبعا. والشنط التجميل والشنط الحريمي اساسي. ايوه
الاكسسوارات. حلو انك بتفهمنا كل موسم. اه طبعا يعني كل موسم وبنركز طبعا على الالعاب. يعني الالعاب دلوقتي عشان الامتحانات. وفي لعب اطفال. في لعب اطفال حضرتك ما قلتش ان في لعب اطفال كمان. لا موجود حتى في الصوره. ماشي لعب الاطفال دي عليها خصومات برضو؟ عاملين في امبابا 50% خصم على لعب الاطفال في الدور الثاني. انا اللي بروح امبابا. انت تيجي تنورينا يا فندم في اي وقت. ما شاء الله بجد. وانا مبسوطه جدا ان انا شايفه نموذج ناجح زي حضرتك كده. ربنا يخليك. بالذات ان هو من المنطقه بتاعتي وجنبنا. بجد مبسوطه جدا ومبسوطه بنجاحك. انا عايزه بس اقول لك واسالك في حاجه. اتفضل. ايه الصعوبات اللي قابلتك في اول المشروع؟ والله كل فرع بفتحه بيبقى حاجه مختلفه. يعني في فيصل كنت الاول المشكله بالنسبه لي ان المكان ما كانش حيوي قوي. وانا فاتح في وقت غلط. كنت فاتح في شتاء برضو. كان الدنيا مريحه. بس الحمد لله بمجهودنا وعاملين عندنا بيج طبعا على الفيسبوك بنضيف عليه. طب اسمها ايه معلش؟ سنتر لهفه وسنتر لهفه 2 اللي هو في امبابا. تمام. فيصل السنتر اسمه بيوتي سيكريت. تمام. برضو ليه بيج على الفيسبوك. تمام. يمكن اول حاجه خلتني انتشر بسرعه هي البيج دي. عايزك تقوله تاني. ايه هو؟ يعني تقول البيج تاني اسمه ايه؟ سنتر لهفه بالعربي. كله؟ وسنتر لهفه 2 برضو بالعربي. تمام. ده فرع امبابا. الحاجه اللي خلتك تنتشر دي هي السنتر البيج. لان المكان طبعا كان ضعيف شويه. هو انا ممكن اطلب حاجات اونلاين كمان يعني. لا بس احنا لسه شغالين على موضوع التوصيل ده دلوقتي الاسبوعين اللي احنا فيهم دولت ان شاء بس الله. بس في توصيل. بس مش في جميع الجمهوريه. يعني احنا عاملين على مستوى الجيزه والقاهره بس دلوقتي. تمام. لسه بقى بنظبط موضوع التوصيل على مستوى الجمهوريه. بجد انا مبسوطه جدا بجد بجد. عايزه بس اسالك برضو في حاجه تانية. مين اللي شجعك ومين اللي دعمك ومين اللي وقف معاك؟ والله اخواتي كلهم ووالدي طبعا. ربنا يخليه لي. هو كان سبب الدفعه بتاعتي. هو كان دايما في ظهري وبيشجعني. استمر كمل. حتى لو هو ما كانش مقتنع الاول بالموضوع كمشروع. لان احنا عندنا شركه توزيع ادويه اصلا. والدي عنده شركه توزيع ادويه. كان عايزني اركز معاه بس انا ما كنتش حاببها. فقلت له انا بحبها. انا بحب المجال ده وبحب بفنن فيه. حتى الناس اللي معايا كلهم يعني ناس محترمه. ناس بتشجعني. ناس قد الشغل. وخاصه ان حضرتك جايب ناس فاهمه في المجال. يعني اللي بيلفوا الهدايا ناس معينه. كل قسم في السنتر ليه ناس. أيوة. يعني البنات مثلا 2 ارتست واقفين على المكياج بس. مالهمش دعوه باي حاجه في السنتر. بتاع لعب الاطفال هو متخصص لعب اطفال. عارف اللعبه دي بتعمل ايه وبيشغلها ازاي وبيقنع الزبون بيها ازاي. وبيعرفه يلعب بيها ازاي او يعلم ابنه ازاي. البرفانات عندي اللي هو معايا عمر. في امبابا بيركب العطور دي تركيبات جاهزه. ده بقى له 13 سنه في المجال تركيبات فقط يعني. فده برضو واحد عارف يعني ايه ميكسات. عارف يعني ايه يحط ايه على ايه يطلع حاجه محترمه. الكاشير محاسب. الاكسسوارز بنوته برضو ومعاها ولد بيساعدها كده. يعني ناس عندها ذوق. والله انت نموذج مشرف. اهلا بيك. مشرف لكل الناس ومشرف لوالدك. ربنا اللي ساعدك واللي طمن عليك دلوقتي في المجال ده. ربنا يخليك. وانا منبهره بالنجاح بتاعكم لان هو كان نجاح سريع ما شاء الله. الحمد لله. ومبسوطه ان حضرتك شرفتني. ومبسوطه بجد ان انت من المكان اللي انا منه. احنا عايزين بس عرض للناس اللي هي بتشوفك بقى دلوقتي. مش عشان والله عرض النهارده في امبابا او في فيصل او في البراجيل. احنا عاملين عرض على المكياج كله بيصل لحد 50% على حسب المنتج. لا ده احنا قلنا ده عرض الكريسماس. احنا عايزين. ايوه ما هو النهارده الكريسماس. لا العرض للناس اللي بيشوفوا البرنامج النهارده بس. عرض للناس اللي بيشوفوا البرنامج خصم 20% على اي حاجه في المحل مش المكياج بس. اي حاجه على اي حاجه. شكرا ليك جدا. وطبعا انتوا تيجوا تاخدوا اي حاجه من غير اي حاجه يعني مكانكم يعني. شكرا ليك استاذ ريمو. وبجد شكرا لوجودك معايا. واتمنى ان حضرتك تكون موجود مره ثانيه ان شاء الله ونتكلم بشكل اعمق من كده عن شغلك ان شاء الله. وبجد احنا كنا عايزين معلش بس الوقت كان ضيق. لا ان شاء الله في صور احسن وصور كان في فيديوهات اكتر من كده بس الوقت يعني ما سمحش ان احنا نعرضها. فان شاء الله مشكله. ان شاء الله تتعود الحلقه الجايه. انتظرونا بعد الفاصل مع ضيف حلقه تاني وفي مفاجآت كتير الفقره الجايه دي على طول. انتظرونا وما تروحوش بعيد. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا ضيوف حلقتنا اللي شرفوني اصحاب الدوره التدريبيه اللي اعلنا عنها في الحلقه اللي قبل اللي فاتت لو تفتكروا.
ومعانا استاذه رندا ابراهيم منظمه الدوره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي. ومعانا استاذ محمود عبدين المحاضر الخاص بالدوره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ومعانا استاذ خالد شلقامي هو الراعي الرسمي للدوره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. عايزين حضراتكم تتكلموا عن الدوره وهي عن ايه وحضرتكم بتقدموها ازاي وفين. ممكن نبدا بيكي؟ اكيد. ان شاء الله هي دوره تدريبيه ثقافيه هتكون في مجال التجميل عامة. الدورة دي هتكون في الصبغة عملي ونظري، هنطبق عملي. الدورة بتتراوح ما بين 6 لـ 7 ساعات في اليوم، وفي دورة تانية في محاضرة تانية في نفس اليوم العناية بالبشرة. الهدف من المحاضرة أو الدورة دي ان احنا نرتقي بالمهنه. ان احنا نقدم ماده علميه سليمه ان شاء الله. دي هتكون فندق توليب مركز الرياضي الاولمبي يوم 20/1 باذن الله. هتكون من 9 الصبح لـ 9 بالليل. طب المهنه دي بتعاني من الكثير من الاقاويل والاحاديث الغير سليمه، والمطلوب دلوقتي ان انتوا تصححوا للناس الكلام اللي بيتقال ده. كل اللي هيجي ان شاء الله هيعرف يعني ايه المعلومه الصح. طب استاذ محمود، حضرتك المحاضر الخاص بالدوره دي، يعني حضرتك اللي عندك كل الكلام اصلا. ان شاء الله احنا بنامل من الله، يعني علشان حضرتك اثرت السؤال ده، ان في كتير دلوقتي على الساحه بالنسبه للمهنه انواع كتير، مش من الكورسات ومن الدورات وكده وكلام من دوت، ولكن احنا ان شاء الرحمن بنوعد الناس اللي هتيجي تحضر الدوره ان هي هتتلقى معلومه سليمه. ده مهم جدا ومعلومه مفيده جدا. احنا هنوصل بالمستقبل اللي هو بيستقبل مننا المحاضره، لو هو مستوى دون المستوى هنقدر نعلى بيه خلال اليوم بتاع الدوره لمستوى محترم كويس جدا. انا عرفت من حضرتك قبل الحلقه ان حضرتك كنت بتدرس بره. طيب ممكن تقول لنا بس حاجه كده، نبذه بسيطه عن الكلام ده؟ لا، يعني هو دراسه علوم الشعر وعلوم البشره دي دراسه مستفيضه جدا وطويله جدا وكبيره جدا. ايوه، عشان يعرفوا ان الحاجات دي واخده من وقت حضرتك ومجهود وتعب. لازم حضرتك ان يبقى في معروف ان في ارتباط وثيق جدا ما بين الشعر والبشره، فلازم نعتني بيهم، ما نهملهمش علشان نقدر نطلع نتائج كويسه، ما يحصلش بقى تقصيف للشعر، تكسير، تقصف، كل الكلام المشاكل اللي بتحصل ده، وبرده الكلام ده ناتج عن البشره برده، كل المشاكل دي. شكرا لحضرتك جدا. استاذ خالد شلقامي، حضرتك المنظم والراعي الرسمي للدوره دي، ممكن حضرتك تكلمنا عنها وازاي حضرتك عايز تطور في المهنه دي وتخلي الناس يبطلوا الكلام اللي بيقولوا عليها، عشان في ناس كتير دخلت في السوق ده وبوظها خالص. انا حضرتك داخل راعي رسمي في الدوره دي، واحنا عندنا بقى المنتجات اللي هي بتساعد الناس على ان هم يستخدموا حاجه صح، يعني سواء بقى بروتين او ماسكات او اي حاجه من الحاجات دي كلها. وحضرتك دلوقتي جوه الدوره دي الحاجات دي يعني انتوا اللي بتقدموها؟ هنقدم منتجات بتاعت شركات، وفي منتجات نازله لنا احنا ان شاء الله هنعمل لها دعايه في الدوره دي باذن الله. يعني تمام، هنواصل بعد حضرتك بعد الفاصل باذن الله. باذن الله. وهنرجع نتكلم عن الدوره وعن الفايده بتاعتها كلها باذن الله. شكرا لكم، نطلع فاصل ونرجع مره كمان ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. دلوقتي احنا هنعرض فيديو، دلوقتي استاذه رندا هتكلمنا عنه ان شاء الله. الفيديو دوت، معلش بس قبل ما تتكلمي، معانا استاذ رضا معانا على الخط من بدري من قبل. طيب الموصف. تمام. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك يا رضا؟ ازيك يا استاذ رندا، منور الدنيا كلها والله. استاذ محمود منور الدنيا برضو، واستاذ خالد
واستاذه رامع برضه منورين الدنيا والله. ربنا يخليك. وان شاء الله تكون دوره موفقه لينا كلنا. وبصراحه انا كوافير رجالي واستفدت من حضرتك برضه كتير جدا بصراحه. ميرسي يا رضا. رضا من فريق التنظيم النشطين جدا. معنا فيديو بتاع اعلان الدوره. اه ده الفيديو دوت استاذ رضا. الفيديو دوت فيه صور. ايوه يا فندم. ايوه خليك متابع معانا يا رضا. تمام ماشي. ده فيديو يا استاذ رضا جدا. ده فيديو في القاعه اللي هيتم فيها عمل الدوره بتاعتنا ان شاء الله يوم 20/1. تمام. ديت قاعه فندق توليب فندق مركز في مركز الوادي الاولمبي. الدوره بتاعتنا ودي استاذه منى الدرامالي تم التعاقد معاها تبع وزاره التضامن الاجتماعي. تمام. احنا عايزين بس يتكلموا بقى عن موضوع الارتقاء بالمهنه دي. بس في نقطه هنتكلم عنها وبعد كده الاساتذه هيتكلموا دلوقتي. كمان في الاكاديميه فيوتشر. طبعا دي الاكاديميه اللي هتكون دايما راعيه للدورات بتاعتنا اللي جايه كلها ان شاء الله. شكرا ليكي جدا. ضيوفنا بقى اللي هيعلمونا ازاي نرتقي بالمهنه دي. الارتقاء بالمهنه لابد ان احنا نكون مثقفين للي احنا بنشتغله. ايه هو اللي بنشتغله؟ لازم الثقافه. لازم طالما انا فهمت هقدر يعني اشتغل صح. لازم ادخل فيه، لازم اتثقف فيه. طبعا طبعا ده بدون شك. وده اللي حضراتكم بتساعدوا الناس يعملوا. حتى يمكن الاستاذ خالد ممكن يتكلم باستفاضه في الحته دي على اساس ان هو راجل منتج وعنده احد المحلات التجاريه اللي موجوده، هو يقدر يتكلم باستفاضه في الجزئيه ديت في ازاي ان هو يطلع منتج كويس صالح للاستخدام الادامي. وانا استاذ خالد تعرفنا بالكلام ده. طبعا هو لازم اي منتج يكون يعني معمول بمواصفات معينه، مواصفات صحيحه علشان ما يأذيش حد يعني، سواء خصوصا بقى بيتعامل مع بشره وشعره، حاجات حساسه يعني. مظبوط. فلازم يكون معمول بمواصفات سواء جاي من بره او سواء معمول في مصر. مظبوط. فلازم الحاجات دي كلها تبقى معموله بمواصفات معينه يعني. وحضرتك اللي بتدعم الحاجات دي بالمنتجات اللي بتطلعها؟ انا مدعم السبونسر بالنسبه للدوره بتاعتنا، الدوره التدريبيه دي. تمام. بالمنتجات بتاعتنا، وان شاء الله مقدمين منتجات كويسه جدا باذن الله تفيد الناس يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا بجد ليكم، نورتونا بجد وشرفتونا واستفدنا منكم ولسه هنستفاد منكم في الدوره اللي حضراتكم. يا رب ان شاء الله. على فكره بالنسبه للدوره هي كان سعرها 250 جنيه لكن انا خفضتها خليتها 150 جنيه لكل المشتركين. كمان في دعم للناس اللي بيتابعوا. ايوه اي حد بيدعم بيتابعنا في الحلقه وحابب ان هو يشترك معانا الاشتراك ب 150 جنيه. انا اتمنى اشوفكم في حلقه ثانيه ان شاء الله. مشروع ثاني. اي حد بقى هيجي يتفرج على البرنامج يعني وجي يشترى من عندنا حاجات هنعمل له خصم كويس ان شاء الله. ديسكاونت يعني. كمان شكرا لكم جدا بجد، وانا بجد اتشرفت بيكم واتمنى اشوفكم ثاني ان شاء الله. ان شاء الله. وسلام. يا سلام.